أهلا بالعصابة. وازيكم احلى عصابه في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده جايين نعمل رده فعل على يعني الجزء الثاني من لعبه سكويد جيم، لعبه الحبار. بصراحه يا جدعان اللعبه دي جامده جدا، تمام، والمسلسل جامد قوي الصراحه، يعني فكرته روعه بجد. فالمفروض ان احنا النهارده معانا الجزء الثاني من المسلسل ده، ومفروض لعبه النهارده هي العسل. كلنا عارفين لعبه العسل وشفناها اكيد في المسلسل، فده يعتبر انيميشن كده صغير هنشوفه، وواضح كده انه هيبقى جامد جدا. فليتس جو ابطال، يلا بينا. جامد قوي، تمام. المفروض اللي هم هنا بيديهم او ماي جاد زي ما حصل بجد في المسلسل. طبعا الانيميشن ده في لعبه روبلوكس. واو، ايه ده؟ ده جاله النجمه حرفيا. يا ابطال كان اصعب حاجه بالنسبه لي، عايش عملها. اصعب حاجه بالنسبه لي هي الشمسيه، النجمه برضك صعبه شويه، لان بصوا النجمه كده وكده يعني كتير في كذا. دي جالها ايه دي؟ جالها ايه دي؟ عايزين نشوف هي دي برضك اللي جالها النجمه. اوه، زي اللي ما حصل بجد في المسلسل، بتقعد تلحس. اوه، بتقعد تلحس بلسانها عشان في الاخر، عشان ده يعتبر عباره عن سكر. اهو كله بدأ يقلد البنت زي ما الراجل اللي كان في المسلسل بيعمل بالظبط. بسرعة بسرعة، ايه ده؟ ده بياكل، ده جعان. يا نهار ابيض، اوعى تتكسر. اوه، اتكسرت للأسف. شوفوا يا ابطال، حاجة صعبة قوي ان يكون حد. لا يا نهار ابيض، ما بقاش غير اربعة ولا ثلاثة تقريبا. ده بيمثل شخصية البلطجي اللي عملها غلط، لان هو في وشه كده. اوب، تخبيها تخبيها، وده رايح يقول له انا عملتها. ده تقريبا تحسه شخصية الدكتور كده اللي هو بردك كان في اللي هو كان داخل جامعة معرفش فين، ده كان في مسلسل. ده خايف عمل له. اوه لا، للأسف للأسف مات. هتعمل ايه؟ اوه تعال، يا نهار ابيض. كده بقى كام واحد؟ ايه ده؟ هو ده؟ إذا قال له أنا عملتها وكلها، حاسه بيكذب عليه، ولا مش دي اللي وقعت منه واللي هو اتكسرت منه، ولا ده كده تمام؟ ده عدى تمام، ده كده عدى، ودي دي كده عدت، وده كده كمان عدى. كويس، كله بدأ يعدي. دي المفروض بنت، دي شخصية بنت تقريبا، ده باين على شخصية بنت. ماشي، الوقت خلص كده. كده هيضطر يموت كل الناس اللي موجودة. ايه ده؟ المفروض دي خلصتها، خلصتها بالظبط على الدقيقة. مش عايزة تعمل. اوه ماي جاد، شافوا. لا 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 لا، مات. بس كده يا ابطال، ويعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. بصراحة يعني لعبة العسل دي لعبة صعبة جدا، ان يكون يعني بصراحه مش سهله خالص، يعني انا شايف ان هي مش سهله بالمره. المفروض اللي ممكن اسهل حاجه فيها تقوم تقعد تلحس فيها لحد ما، يعني لان هي يعتبر عسل، لحد ما البتاع اللي في النص دي كده اللي هو الحواف كده تبان، وتقدر زي ما عمل في المسلسل بالظبط. بس كده يا ابطال، يعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو، سبسكرايب للقناه، اول حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل الفيديوهات الجايه الجديده. وبس كده، اسابت ابي فيديو ابي فيديو جانجوي، سلام. احنا العصابه ايه بجنج يابا، اعمل لايك واشتراك هتكون من العصابه. احلى كومنت هيتعرض قدامكم على الشاشه، اكتب كل فيديو كومنت انضم.